السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل ريندر في برنامج الريفيت. وطبعا في ادوات كتيرة جدا لان انت تعمل الريندر. طيب خليني اول افتح المشروع. افتح المشروع ما دوست هنا؟ لا، لازم اقول له اوبن وادخل على الملف واقول له كريت نيو سنتر. طيب اقول له عدي. طيب وبعد كده هقول له المشروع اهوت سنترال، ولازم تلاقي علامه كرييت نيو لوكال. لو جيت هنا وما لقيتش العلامه اعرف ان في مشكله، ما تفتحش حاجه. لما تلاقي ثلاث اصفار كده دي معناها ان الملف ده معمول باك اب، مش هو ده الملف اللي فيه اخر شغل. طيب انا هاجي هنا واقول له كرييت نيو لوكال واقول له اوكي. بيقول لي الملف ده اتفتح قبل كده، فانا هقول له ابنت ستامب، يعني احتفظ بالنسخه القديمه كباك اب ليا واعمل نسخة جديدة. طيب عشان نعمل رندر في اساليب كتيرة جدا لموضوع الرندر. في ان انت تعمل رندر جوه الريفت، ولو انت ظبطت بعض الاعدادات هيطلع معاك بشكل كويس ومقبول وحلو، يعني مش وحش وينفع تسوي بيه. لو انت عايز حاجة اعلى، فهمت اعلى حاجة ان انت تبعت الشغل بتاعك لثري دي ماكس، تصدره اف بي اكس من هنا فايل بعد ما تخش الثري دي، تمام، وتلغي الحاجات اللي انت مش عايزها. ما دام الحاجه دي كبيره كده يبقى هو في حاجه محطوطه بعيد اهيت ديليت. طيب ممكن بعد كده تقول له فايل وتقول له اعمل لي اكسبورت اف بي اكس، ده هيروح بكل الماتيريال وكل حاجه. طيب لو انت عايز تعمل رندر جوه الريفت، الرندر بتاع الريفت كويس مش وحش، بس المهم ان انت تظبط الاعدادات بتاعته بشكل حلو. انت ممكن تبدأ مثلا تختار الزاوية اللي انت عايزها، تيجي هنا تختار الدرجة بتاعت الجرافيك ديسبلاي اوبشن. ممكن تدخل هنا وتبدأ تقول مثلا عايز سموث لاين، عايز يبقى في شفافية معينة بالشكل دوت العناصر حسب الحاجة اللي انت عايزها، تمام. عايز في شادو ولا لأ؟ سكتش لاين لو انت عايز كأنها بتترسم. فتلاحظ ان انت تقدر تطلع مؤثرات حلوه جدا للشغل بتاعك بالاعدادات بتاع جرافيك ديسبلاي اوبشن، بس قليل قوي يعني اللي بيهتم بيه، كله بيدخل على الريندر على طول، وده مش صح. انت هتلاقي هنا اعدادات كويسه جدا، هنا كانك انت اللي راسم حاجه بخط بالقلم يعني، ففي هزه خفيفه، الايد مش مسطره حرف تي يعني، هتطلع خطوط مستقيمه على طول. ممكن بعد كده تخش هنا الديبسي اللايتنج، اذا تشوف اللايتنج هل انت عايز تزر تعمل رندر لاني كانها مثلا في اني منطقه وفي اني وقت، بحيث ان الرندر يجي مظبوط. عايزها وقت الغروب وقت الشروق، الشمس نعليها نقللها، يعني لو لقيت الصوره فاتحه او قافله تقدر تتحكم فيها، تقدر تفتح الصوره وتغمقها من هنا، اللايت الشادو الرياليستيك، تمام. الباك جراوند تقدر تخليها كصوره كسكاي، او تحط صوره او تعملها تدرج، تمام. ممكن تسيب ده كان في تمبليت بحيث تستخدمه في لقطات اخرى. بعد كده ممكن تيجي على ابريق الشاي دوت وتقول له رندر، وممكن تقول له ريجن، يعني انا مش عايز اعمل رندر للمنطقه كلها، انا في جزء معين عايز اعمل له رندر، يعني اقدر انت عايز تعمل مثلا جزء بتاع شبابيك، فهو بيبدا يعمل لك مستطيل كده تقدر تتحكم في الحجم بتاعه بحيث الوقت بتاع الرندر ما يبقاش طويل. وبعد كده بيقول لك كواليتي، هل انت عايز الكواليتي تبقى عاليه ولا قليله، انت ممكن مثلا تركز على الجزء دي او تركز على الجزء اللي هو بتاع حمام السباحة زي ما انت عايز.
تمام، بحس ان انت ما تاخدش وقت كتير في موضوع الريندر. عايز الجودة طبعا، لما تخلص خالص ممكن تقول له بيست، بس وانت لسه بتعمل ريندر اول مرة بتجرب خليها درافت، مفيش مشكلة. تمام. طيب الريزوليوشن، الريزوليوشن بتاعتك سكرين للشاشة بتاعتك ولا برينتر؟ تمام. طيب انت عندك بقى اللايتنج، هتعتمد على الصن ولا على برضه الضوء الصناعي ولا الضوء الصناعي بس؟ هل هو اكستيريور ولا انتيريور؟ ولا الستايل، السكاي بتاعتك هتبقى عامله ازاي؟ الايمج، تمام، تقدر بقى تخلي فيه هايلايت، فيه شادو، تتحكم في كل الحاجات دي من الاعداد دي. طبعا بتعمل رندر مره وبعد كده تشوف اذا كان فعلا محتاج ان انت تعلي او تقلل زي ما انت عايز، زي ما انت هتشوف في الصوره. يعني هي مش ارقام ثابته، هي دي الرقم ده لما تكتبه هيطلع معاك صح. ده ممكن في حاجه تاخد ارقام وفي رندر بمكان تاني داخلي او خارجي او من زاويه تانية تحتاج ان انت تعدل الارقام، تفتح شويه او تقلل شويه. ده درافت الصورة تقدر تعدل فيه أكتر مرة بحيث توصل للحاجة اللي أنت عايزها. طيب في برضه حاجات تانية بتفيدني إن أنا أعمل رندر، منهم مثلا حاجات سريعة، حاجات سريعة بشكل قوي جدا. تعال نشوف مثلا برنامج زي برنامج الانسكيب. البرنامج الانسكيب لازم تيجي يكون هنا موجود في 3D، تمام، قبل ما تيجي تعمل الرندر. مش معنى إن أنت اخترت مشهد إن الباقي كله هيختفي، لأ، تقدر تتنقل لحد ما توصل للحاجة اللي أنت عايزها. ممكن تيجي تعمل دوبليكيت لل3 دي دوت وتعمل حاجة داخلية او هكذا. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن تيجي هنا مثلا في منسوب دور ارضي وتضيف صورة كاميرا، تمام، كاميرا هتيجي هنا مثلا تقف في المكان دوت، ماشي، كأنك انت واقف هنا وبتبص على المحل بالشكل دوت. وتقدر بقى تظبط من الاعداد كروب فيو ولا لأ، عايز الفرق اللي بأوفست قد ايه، المسافة اللي انت تشوف حد عندها، الاي اليفيشن ارتفاع الشخص اللي بيبص، خليها مثلا 1.8، ماشي، وبيبص الارتفاع كام، فممكن تبص مثلا ل 1.8 فهو يروح معدلك الكاميرا كأنك انت بتبص حاجة قدامك. طيب وبعد كده خلاص بقى لقطة من لقطات، فتقدر تسميه ده مثلا شوب مثلا، بحيث يظهر معاك هنا برضو في الحاجات اللي انت تعملها رندر. طيب خلينا نشوف موضوع الرندر بالنسكيب وبعد كده نشوف الرندر بالتوين موشن. طبعا في رندر باليومن، اليومن مشروح بالتفصيل على موقع بيم مقربي على اليوتيوب. طيب دلوقتي هقول له بقى ستارت، تمام، هو بيقول ان انت 14 يوم تجربة. طيب هقول له انا عايز اجرب 14 يوم. لو انت عندك امكانيه ان انت تشتري البرنامج اشتريه، يعني لو هو انت شايف ان المبلغ قليل، انا مش مستفيد حاجه، انا مش حاطط لك رابط هكسب منك لو انت اشتريته، بس يعني لو واحد في حاجه موجوده وحد تعب فيها وانت عايز وانت تستفاد منها وهتطلع منها شغل وتكسب منها اشتريها. ما يعني الكراك ده لما تكون حاجه فعلا غاليه جدا ومش قادرين نشتريها وهكذا. طيب هو بيديك ملحوظة، كل يوم هيبدأ يديك ملحوظة كده، يعني معلومة على السريع. طيب عمل لك رندر هوت ران تايم. يعني ايه ران تايم؟ يعني اول ما بتعدل حاجة في المشهد بتعدل هنا اوتوماتيك، اي كل حاجة بتعدلها هنا بتعدل هنا، يعني الاتنين مرتبطين ببعض، يعني دي مش نافذة مستقلة عندي، لا دي برضو شغالة معايا. هو بيديك بقى بعض الاختصارات اللي تقدر تشتغل من خلالها زي الاي والكيو، تطلع وتنزل وتتحرك، تمام. خلينا ننزل مثلا كده. طبعا زي ما انت شايف معمول رندر بشكل قوي جدا، لو في اي حاجه معموله غلط تعدلها هنا، تيجي هنا تلاقيها اتعدلت على طول. يعني لو احنا جينا مثلا قلنا دوت، تعال كده، تمام، وخلينا نلغي البروبرتي دلوقتي، ودوت هقول له انا عايز مثلا الجزء ده كده،
لسه احنا مش شفناش الامكانيات اللي موجوده في النسكيب، هو مش مجرد بس بيعمل رندر، في امكانيات كويسه جدا. طبعا اي حاجه بتخش بتعدلها اوتوماتيك بتتعدل، هنا لو عدلت في الماتيريال عدلت في اي حاجه هو اوتوماتيك بيفهم. يعني انا لما غيرت لغيت العربيه اتلغت هنا، لو انت مثلا في رندر معين عايز تغيره وعايز تغير مثلا حاجه زي دي، مجرد ان انت تيجي هنا وتدخل تعدل الماتيريال اوتوماتيك هتتعدل هنا وتشوفها اوتوماتيك. تمام، هنا بيديك الماتيريال بتاعت الرندر. تمام، فممكن تيجي هنا اديت فاميلي وتعدل الماتيريال وتحملها، اول ما تحملها تلاقيها اتعدلت. طيب لو انا جيت هنا وهنا وهنا وقلت له كنترول 1، تمام، هنا الماتيريال حجر بلون غامق مثلا. طيب انا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز مثلا اديها اي ماتيريال اخر، تمام، نان، اوكي. ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز ماتيريال جديده، والماتيريال دي او عايز الوود على طول، عايز حتى دي تبقى شبه خشبي. طيب ما اعرفش ازاي ما فيش ماتيريال خشب، بس خلينا نعمل واحد جديد ونقول له رينيم وود، واقول له هنا ان انا عايز من الابيرنس عايز ابدا اختار ماتيريال خشب. فنقدر مثلا نختار حاجة زي دي كده، او بيعملها updated. تمام، اوكي. وبعد كده هحمل الفاميلي ديت في قلب المشروع. اول ما تتحمل في الريفيت وتبقى موجودة هتتغير هنا. ولو انت عايز تحرك بسرعة بتدوس على شيفت مع الزراير بتحس ان الحركة تبقى اسرع معاك، او لو عايز اسرع كنترول، ولو عايز تغير بين اسلوب الفلاي واسلوب الووك مجرد تدوس سبيس، سبيس يبقى انت كده بتتحرك بالشكل دوت. بص هو بيغير بقى، خلينا نرجع كده. الخشب هوت الاطار اللي هو حوالين الشبابيك ده اتغير هوت، تمام. ده هيجيب لك بقى كل العناصر، السيلينج مثلا اهيت، لما تدوس حرف البي الاختصار بام يبدا يجيب لك كل العناصر اللي موجوده في المشروع، تقدر تعمل عليها سيلكت زي ما انت عايز، وتقدر تدخل هنا تشوف كل المعلومات الخاصه بيها. ده الجرازنج اهوت بيبدا يجيب لك كل الحاجات معمولها سيلكت بالشكل دوت. هنا كده بتعمل روتيت كده اوربت، بتلف حوالين الحاجة روتيت وانت في مكانك وبتلف حوالين نفسك. لما تدوس مسطرة بتبدأ بقى تبقى فيه تطير بقى وارتفاعات وحاجات زي كده. زي ما انت شايف المبنى جميل جدا، مع الرندر بتاعه حلو وسريع، ويعني حاجة مذهلة الريال تايم. تمام، احنا كنا في هنا لما كنا عايز تعمل رندر بتختار المشهد تقول له رندر وتقعد نص ساعة وبعد كده تيجي هنا تعمل تاني، فأصبح الموضوع أسهل بكتير. طيب هل كده القايمة خلصت بتاعة الانسكيب؟ لا، احنا لسه مبدأناش أصلا. خلينا نخش الانسكيب اللي موجود في الريفت وتعالى نشوف القايمة اللي هنا ايه اللي فيها. هنا بيقول بيوز لو انت عايز توقف موضوع الابديت، لا انا عايز الابديت شغال. هنا تقدر تختار المشهد واوتوماتيك هناك هيروح للمشهد اللي انت تختاره. ده هنا المدخل اهوت بالشكل دوت. ده كده هو السيلينج. فتقدر تشوف المشهد بتاعك عامل ازاي. ممكن تقول له انيبل للفيرتشوال رياليتي، لو انت عندك نظارة فيرتشوال رياليتي هتقول له انا عايز اشوفها وتبدأ تلبس النظارة وتشوف الحاجات. طيب هنا ممكن تاخد سكرين شوت لقطة، تمام. طيب اهو هيسيف لك اللقطة اللي انت واقف عليها، خلينا مثلا نسيفه هنا.
خلينا نكتب لنا ايمج. تمام، سيف الصورة بالشكل دوت. طيب في اختيار تاني، في اختيار تاني ممكن تاخد صور كل اللقطات دي مرة واحدة. تمام، اول ما نخلص الرندر طبعا هو بياخد الصورة اللي موجودة هنا. تمام، بيعمل لك رندر للايمج. فيبدأ يصدر لك الصورة. طيب ممكن اقول له ايه؟ ممكن نقول له render image into document. تمام، ونجي هنا. ممكن نيجي هنا نقول له انا عايز هنا اعمل ايه؟ batch render، يعني كل الحاجات اللي موجودة هنا كل 3D اهو عايز ابدأ اعمل له render. فبيقول لي اختار الفولدر، فهقول له الفولدر اهوت سيلكت فولدر، هو بقى يعمل رندر للصور دي كلها. هتلاقي ان هو عمل لك رندر للقطات ال 3 دي بالشكل دوت كلهم مره واحده، تكون انت مجهزهم قبل كده. ممكن تقول له رندر ايمج انتو دوكيمنت، فهو يبدأ يعمل لك ريندر لل 3D زي بالشكل دوت الريندر دوت. طيب عامل واحد جديد على اللقطة اللي انت واقف فيها. طيب دلوقتي بقى هروح لل 3D فيو بتاعي واقول له ان انا عايز اعمل كريت 3D فيو، فتعمل كريت لل 3D فيو للكرنت كاميرا موجودة. تمام، اللي هي موجودة هنا. تمام، ممكن تكون انت نقلت كده فتروح قايل له كريت 3D فيو، فيعمل لك حاجه للمشهد اللي موجود هناك. تمام، طيب ممكن اجي دلوقتي بقى اقول له ان انا عايز اعمل اسيت لايبراري، فهو بيجيب لي مكتبه من العناصر. ممكن تقول له مثلا انا عايز اشخاص، واحد مثلا اهو، هيبدا يحمل لك بعض الـ العناصر اللي تقدر تستخدمها. هو هنا هيحط في البدروم، لا انا مش عايز احط في البدروم. تمام، طيب خلينا اشوف لو انا عايز احط عنصر، لا انا عايز احط مثلا في مستوى الرصيف مثلا. طيب هنشوف ظهر ولا ظهر. طب ما ظهرش، هدخل هنا وابدا اشوف ليه ما ظهرش. هو متحط في البلانت طبعا مش مظبوط، بس نتعامل معاه. طيب هنحط مثلا واحدة وبنتها مثلا اهو. طبعا انت هنا هتلاقي بقى الشخصيات اللي هتنزل الجديدة تقدر تختار منها. طبعا ده مش بيظهر 3D، مش بيظهر 2D، ده كل الحاجات دي بتبقى 3D. تقدر تحط بعض الحاجات في اكتر من مكان اهوت. ادو سكيب عشان تخرج وتبدا تجيب عناصر اخرى. زي ما انت شايف اول ما بتحط العنصر بيبدا يتعمل له ريندر بالشكل دوت. ادو سكيب عشان اخرج من الامر. هتلاقي العنصر اهو اتحط اهوت، وتقدر تشوفه من جميع النواحي اهو جوار العربية تاني. طيب نرجع تاني لقائمة انسكيب. دي طبعا تقدر تحط عناصر كتيرة جدا، في هنا مثلا حيوانات، في بشر، في عربيات، في حاجات خاصة بالفرنتشر. لو انت عايز تعمل انتريور ديزاين هتلاقي كراسي كتير وحاجات كتيرة تقدر تحطها جوه ال 3D. الأشخاص هم كتير، في سيارات، في حاجات خاصة بالهوسبيتال، في حاجات خاصة باللايتنج، في حاجات خاصة بالشارع.
تقدر تحط دي حوالين المبنى بتاعك على اساس ان في مباني حواليك، دي بتاعت الطرق، ممكن تقول له مثلا عايز كرسي مثلا عشان الناس تقعد، او عايز لايتنج. طيب بعد كده هنيجي على الكاميرا باص، طبعا اللود باص او سيف باص، تمام. لازم يكون في مسار موجود. تعال نروح للسكيب، هنروح هنا الفيديو اديتور، هدوس عليه مرة واحدة، وبعد كده هاجي هنا فلاقي ان هو اظهر لي التايم لاين. من خلال حرف الكي هتبدأ تزود كي فريم اهوت، وبعد كده تبدأ تتحرك في المشهد بتاعك اهوت. اوكي، خلينا نلف شوية كده اهو. خلي بالك الكاميرا هناك اهيت، اللقطة دي واللقطة دي اللي هي النقطة دي والنقطة دي، لما ادوس كي كمان هتبدأ تتحرك كمان الكاميرا. تمام، خلينا نقرب شوية وهقول له كي، فيبدأ يضيف لي لقطة كمان. وهكذا. طيب تيجي في اي وقت تقول له بريفيو، انا عايز اشوف المشهد هيتعمل ازاي، فيبدأ يوريك حركة الكاميرا، وتقدر تتحكم في الحركة وفي الحاجات دي كلها زي ما انت عايز. طبعا العلامة المائية دي هتفضل طول ما انت بتشاري البرنامج، تقدر تتحكم في الوقت اللي انت هتاخده في كل مشهد فيهم من هنا عشان تسرع او تبطأ او هكذا. تمام، طبعا هو هناك بيسجل لك الحركة ديت، فتقدر تيجي بعد كده تقول له كاميرا باص وتقول له سيف لي الباص دوت، دي مرتبطة بدي، فبتكتب هنا الملف اهوت. تمام، الملف ده عبارة عن ايه؟ لو جينا نفتحه كده هنلاقيه مكتوب بكود ان الكاميرا هتبقى موجودة في الاماكن الفلانية وهكذا. طبعا ده كان لسه فاضي، خلينا نفتحه تاني بعد ما نعمله. سيف سيف باص اهو، لو قلت له اومن هيبدأ هي كل يعني كل وقفة للكاميرا بتاخد لها رقم، البوزيشن بتاعه في الزد في واللوكيشن، البوزيشن هو واقف فين، واللوكيشن هو اللوك ات بيبص لفين، واقف فين وبيبص لفين، ده الفريم، والفريم التاني، الفريم التالت، الفريم الرابع، اربع فريم ورك. تمام، دي الفكره. تمام، بعد كده تقدر تقول له رندر فيديو، فيبدا يعمل لك رندر للفيديو من البرنامج اللي هو الانسكيب، وبيطلع رندر سريع جدا ما بياخدش وقت. تمام، عكس لو عملت رندر للفيديو في الريفت بياخد وقت، هنا بيبقى سريع. تمام، كأنك شغال على اليوم. تمام، يعني تقريبا هاخد له مثلا 3 دقايق 4 دقايق. طبعا محتاجين نفتح المشهد شوية وهكذا. طيب انا دوست اسكيب عشان اخرج من الامر، دوست اسكيب تاني عشان ارجع للامر عادي. بعد كده بلاقي بانوراما. بانوراما يعني ايه؟ يعني انت بتبقى واقف في اللقطة وكأنك انت شايف كل حاجة يعني في النص كده، بيعمل رندر للبانوراما بحيث ان انت بتبص حواليك بنظرة 360، بالذات بقى لما تلبس مثلا حاجة زي النظارة او كده، او تسيف الصورة دي في الموقع بتاعك بحيث اي حد عايز يلف في المبنى كله يقدر يلف، كأنك انت في شاشة السينما ومحوطك من كل الاتجاهات. يعني بص المشهد بيعمل رندر ليها كلها. هو المشهد هوت، هو انا بدي كانسل في ربط بين ده وده، يعني كأن ده مثلا نفس البرنامج بس شاشة اخرى.
فاللينسكيب من افضل الادوات اللي انت ممكن تشتغل عليها. طبعا البانوراما تبقى جميله جدا لو انت جوه المبنى، فبتبقى من جميع النواحي. هنشوف ازاي نتحكم في شكل السماء والسكاي والحاجات دي دلوقتي. ده هيطلع لك اللقطة البانوراما. تمام، طيب ده هنا بتعمل مانج للابديت بالشكل دوت. طيب بعد كده انت ممكن تحط صوت، يعني مثلا ايه، اول ما تقرب من الباب ده تسمع صوت معين، اول ما تقرب من الشخص ده تلاقيه بيتكلم حاجات معينة، هنا تلاقيه مثلا بتزعق لبنتها، فتقدر تقول له انا عايز احط على الفيس وتحدد الصوت اللي انت عايزه. مثلا حددت السطح دوت، لما اقرب منه اوتوماتيك ابدا اسمع صوت، هو بيقول لي اختار ملف الويف اللي انت عايز تسمع صوت بتاعه. تمام، يعني مثلا تقرب من الحمام السباحة تسمع صوت ميه، تقرب من الكهرباء تسمع حد بالكهرب، وهكذا. تمام، بيقول لك بقى اختار الملف، فانت بتبدأ تختار الملف الصوت هوت. تمام، وتعمل بقى انيبل للساوند، بحيث ان انت لما تيجي هنا وتقرب من المشهد يبدأ بقى يسمعك صوت. طبعا زرار شيفت، سمعت الصوت؟ كل ما تبعد الصوت بيخف. طيب لو عملت سيلكت كده ودخلت هنا على الايديت، طيب هتلاقي فيه الديفولت اليفيشن، هتلاقي فيه الفول فوليوم ديستنس قد ايه، الزيرو فوليوم ديستنس قد ايه. يعني ممكن تقول مثلا لا ده انا عايز الصوت يبقى قليل خالص على بعد مترين، مش 20 متر. طيب خلينا نبعد شويه. فبيديك ان انت تضيف صور ومؤثرات. طيب هنا الجنرال سيتنج بيقول لي كاستمايز اللوكيشن بتاعت السكرين، الانترفيس اوفرلو، الانبوت، الماوس سبيد هيبقى سرعته قد ايه، الماوس سموث قد ايه، الموفمنت سبيد سرعه الحركه بتاعتك، ممكن تعكس الاكس والواي لو انت حابب، الديفايس لو في 3 دي تي في اعمل لها ديسيبل ولا انيبل، الاوتو ريزوليوشن طبعا خلها كل حاجه اوتو ومعموله اوتو، ده اللايسنس، الماتيريال سيلكشن هاخد انهي واحده، الابيرنس ولا الجرافيكس، ريبليس اركايف فيجن اللي هي العناصر ديت، انيبل لايف ريفت كاميرا. طيب الفيجوال سيتنج دي بقى الحاجات المهمه جدا، اللي هو دلوقتي خلينا نحط ديت مع دي. تمام، هتلاقي الستايل كل ما بتتحرك هنا. طيب محتاجين ان احنا نيجي هنا عشان نشوف المؤثرات. بص الاوتبوت هيتغير ازاي. طيب المود بتاعك وايت مثلا، كل حاجة بتعملها بتتغير في ساعتها. لايت فيو بالشكل دوت، تعمل مود معين، فانت ممكن تقول نان. الكاميرا هو يبدأ يعملها اوتو اكسبيور ولا انت تتحرك فيها. الصراحة الاوتو هو جميلة، فلو انت ليك خبرة بموضوع الكاميرا ممكن تختار حاجة خاصة بك انت.
تمام. طيب ممكن تقول لا انا عايز مثلا تفتحها شويه. البروجيكشن، فممكن تقول مثلا 2 بوينت من خلال 2 بوينت او اورثو جرافيكس، يبدا يحملها لك. الفوكس، طيب انا محتاج ان انا انزل كتير. طيب هنا تبدأ تشوف هنا الايمج، هل ممكن تبقى تتحكم في الكونسترين، تقول له مثلا عايز ازود الشادو شوية او تقلل الشادو، تفتح الصورة وتغمقها زي ما انت عايز. التشابه بتاع الالوان تبدأ تتحكم فيه، المؤثرات زي البلور مثلا، اللينس، فلير، طبعا كل لقطة بتقعد تظبط فيها لحد ما توصل لأعلى حاجة. هنا بقى المنطقة اللي حواليه دي ممكن تقول له وايت باك جراوند، تمام. لأ أنا عايزها يبقى فيه زي سحب ويبقى فيه رياح وحاجات زي كده. طيب الفوق هتخلي فيه شوية ضباب كده، الشمس هتخليها تبقى فاتحة أو تغمقها، النايت سكاي اللمعان بتاعت السما بالليل مثلا، الشادو، المون سايز لو ظهر معاك في المشهد، طيب هنا ال هورزون وات جراوند سكاي بوكس مثلا، فرصة الرياح التأثيرات بتاعتها. أنا ظهر لي غابة، ممكن تقول له لأ ده أنا عايز المشهد الخارجي يبقى جبال. طب الجبال دي ممكن تعمل لها روتيشن بالشكل دوت، ممكن تعملها تاون مدينة اربن. الكلاود تبدأ بتحكم في حجم الكلاود اللي موجودة، ماونت وهكذا. اللقطة نفسها بقى الريزولوشن بتاعتها عايزها قد ايه وهكذا. الايمج، الفيديو نفسها كام فريم في الثانية، الريزولوشن بتاعتها. ففي شوية إعدادات كويسة جدا بحيث تطلع الصورة كما تحب. طيب ده برنامج الانسكيب، وزي ما انت شايف هو برنامج قوي وسعره معقول. في برنامج بقى تاني اسمه توين موشن، ده اللي انا بستخدمه لان هو مجاني تماما. ممكن تقول له سي ان توين موشن فيبدأ ياخد لك اللقطة دي على التوين موشن. في الانسكيب في الانسكيب خاصيتين بس هي مش متفعلة دلوقتي، المفروض تتفعل ان انت بتصدر المشهد ده كاي سي اي او كصفحة نت بحيث ان الناس تقدر تشوف الملف دوت. بس هي مش متفعلة ليه مش عارف. طيب هنا التوين موشن بيقول لك اهوت نافيجيشن مود، عايز تشتغل بالماوس زي التون موشن ولا زي ريفت ولا 3 دي ماكس، الاختيارات نفسها ساعات بتختلف. فهو بيقول لك انت متعود تشتغل على اقل حاجه، تمام. لو انت متعود على الريفت اختار، تمام. زي ما انت شايف هو بيعمل من البرامج كتيره جدا، فانت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت متعود عليها. طيب عايزين نعمل امبورت للمشهد، ممكن نيجي هنا بقى في التون موشن اقول له اكسبورت، عايز المشهد الحالي ولا المشهد اللي عامله سيلكت، السكتشر، المرج، المش، والاكسبورت. الاعدادات اقول له اكسبورت واصدر الملف ده على ان هو توين موشن فايل. طيب هنصدره فين؟ على الدي
لما يخلص بيقول لي اكسبورت سكسسفول. تمام، خلص هو دلوقتي. هنا في برضه حاجة بيقول لك لو العنصر صغير خالص ما تصدرهوش. تمام، دي الاعداد بتاعة التصدير. ممكن اقول له اكسبورت داتا بيم ميرج، نعملها باي ماتيريال ولا باي فاميلي. هستخدم التوين موشن ماتيريال ولا الريفت ماتيريال، وهكذا. الاوبتمايزيشن لو في حاجه فيها مشكله يبدا يصلحها، وهكذا. طيب ممكن تقول له سيف از ديفولت، سيف دي كديفولت. طيب تعالى بقى نروح للتوين موشن. اجي هنا اقول له اعمل امبورت، وبيقول لي اختار الملف بتاعك. فهقول له انا عايز الملف دوت. تمام، في هنا شويه اوبشن لو انت عايز تصلح حاجه، لو التحويل لليونت وكده، اقول له اوكي. هيبدا يعمل امبورت للملف. هتلاقي برنامج توي موشن برنامج مجاني، برنامج قوي جدا، فيه مؤثرات حلوه جدا، هتلاقيه بنفس سهوله وقوه اليوميون، فهتستمتع بيه ان شاء الله. اتمنى هذا. هو دلوقتي بيقرا البيانات اول مره، وبعد كده يبقى سريع معاك ان شاء الله. هو كده الملف دخل، فهبدأ أبص عليه اهوت بالشكل دوت. ده الملف اهوت. فتقدر تيجي هنا وتقول له ريلوكيت. تمام، وتختار ملف آخر، أو تقول له أنا عايز تحمل لي الملف تاني فيعمل له امبورت من أول وجديد. تمام، بحيث إن أنت تكون أنت صدرت من الريفت وعايز تعمل أبديت للملف بتاعك، فبتقول له ريلود، فبيبدأ يحمله لك من أول وجديد. دلوقتي هنشوف إزاي أضيف الحشائش. هنا هاجي وأقول له إن أنا عايز أضيف الحشائش، وأبدأ أختار بدل الشجر، أقول له أنا عايز أضيف بعض الحشائش. تمام، تبدأ تختار النوع اللي أنت عايزه، أي نوع، مثلا النوع دوت مثلا. هتسحب وتبدأ تحط هنا بالشكل دوت. وعندنا الفرشة تقدر تتحكم في الحجم بتاعها وتصغرها تكبرها زي ما انت عايز. تمام، قول مثلا احنا هنضيف الحشائش بالشكل دوت اهو. طبعا هتصغر انت الحاجة وتشيل، انت ممكن تعمل ريز للمنطقة دي مثلا. الحشائش برضو تقدر تعلم على العنصر دوت وتقول له مثلا لا ده انا عايز اعمل له ديليت، عايز اعمل له رينيم، عايز اعمل له ايزوليت. تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز للعناصر ديت، وتقدر تعمل له تطلع بيها وتنزل بيها زي ما انت عايز. تقدر تغير السكيل بتاعها، تقدر تغير كل اللي انت عايزه. فزي ما انت شايف البرنامج ممتاز جدا. وتقدر هنا مثلا هنقدر نقول له حط لي الايمج والبانوراما والفيديو كلهم مره واحده تعملهم اكسبورت زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت. تقول له ضيف لي صوره وصوره، وبعد كده بعد ما تخلص خالص سيلكت اول. تمام، هتقول له ستارت اكسبورت، يبدا يصدر لك كل حاجه. تمام، يبدا يصدر لك الايمج والبانوراما والفيديو والبريزنتر وكل حاجه يتصدروا مره واحده، وتقدر تبعتهم بقى للعميل بتاعك. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط في التوين موشن، وبرده سهل جدا في اللينسكيب. طيب لو احنا عايزين دلوقتي نعمل ووك ثرو جوه حوالين المبنى مثلا، او جوه المبنى زي ما احنا عايزين، هنعمل ايه؟ هتبدأ تختار الفيو اللي انت عايزه مثلا بالشكل دوت. تمام، وبعد كده هتيجي من هنا هتقول له ان انت عايز تعمل ووك ثرو. دلوقتي كده احنا معتمدين على الريفت، مش مسطر حاجه خالص. هتبدأ بقى تختار اللقطه بتاعتك مثلا من هنا لهنا 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 لهنا. طيب عشان تخرج من الامر دوس اسكيب. طيب اللقطه دي كده بالشكل دوت، ممكن تدخل هنا ايديت ووك ثرو وتبدا تعدل. طيب هنا انت لو قعدت تتفرج عليها هتلاقي نفسك ان انت ماشي حول المبنى وبشايف المبنى. تمام، يعني لو قلت له اوبن ووك ثرو هتلاقي نفسك مش شايف حاجه، وهقول له مثلا هات لي من اول فريم رقم واحد. تمام، انت بتلف حول المبنى بس انت مش شايف المبنى اصلا. طب ازاي نحل الموضوع دوت؟ هنشوف مع بعض. طيب هدوس طيب. هاجي هنا في منسوب الدور الارضي هنا، ده بيقول لي هتشوف لحد فين، فهزودها شويه بحيث ان انا اشوف لحد اخر المبنى. هنا هيبدا يغير لي لقطه، بدل ما انا ببص بعيد لا هاجي كده، يبقى انا كده من اول لقطه هشوف المبنى.
طيب نيكست كي فريم، هنا فريم يعني اللقطة اللي بعدها على طول، لا أنا عايز نيكست كي فريم، هي دي اللي اتحكم فيها أكتر، وأقول له بص هنا المبنى، وبعد كده نيكست كي فريم وبص للمبنى. يبقى أنت كده طول ما أنت بتمشي معاك كاميرا وبتبص للمبنى. طيب نيكست كي فريم، نيكست كي فريم، هتبص للمبنى. طيب انت عايز تبعد اللقطه دي شويه، تمام، فهتقول له ان انا عايز اعدل في الباص، فتقدر تاخد الباص كده تعدل عليه بالشكل دوت، تمام. ممكن ارجع بعد كده اقول له انا عايز الاكتف كاميرا، واقول له خلي الكاميرا بالشكل دوت. طيب بعد كده اقول له اوبن اوكسرو، وابدا اشوف الكاميرا بالشكل دوت، تمام. اقول له بقى ايه، انا عايز من اول فريم رقم واحد، يبدأ يجيب لك أول لقطة وتقول له بلاي، فتلاقي نفسك بتلف حوالين المبنى. تقدر تكبر دي من هنا ومن هنا ومن هنا، بحيث إن أنت تكبر البعد بتاع الرؤية، وتقدر تختار إن أنت عايز تشوف المبنى على هيئة كلر لو أنت حابب، أو على هيئة ريندر مثلا، تمام. هدوس سكيب يس، وأقول له هنا إن أنا عايز أشوفها رياليستيك، أعلى حاجة من درجات الريندر في الوكس رو في الريفت. طيب لو انا عايز اتحكم اكتر في موضوع الوكس رو دوت، فانت ممكن تيجي هنا عند 300، هتلاقي ان هما توتال فريم 300، ممكن تخليهم 400 500. هنا التوتال تايم، التوتال تايم ده بناء على ايه؟ ان هو بيشوف عدد الفريمات على كام فريم في الثانيه، يعني لو خليتهم 5 فريمات في الثانيه، تمام، هتلاقي الرقم هنا اختلف، تمام، بقى 60. طيب هنا هو بيوزع الوقت من مشهد لمشهد براحته، ممكن تقول له ايه شيل العلامه دي، وتبدا تشوف كل واحدة فيهم هتاخد لها كام ثانية، تبدأ تتحكم في السرعة بتاعتها، تسرع واحدة، تقلل السرعة بتاعت واحدة، وهكذا، تمام. فتبدأ تتحكم في تسرع وتبطئ حاجة، تمام، بحيث إن أنت لما تشوف الفيديو تمام هتقول له بلاي، هتلاقي فيه لقطات بقت سريعة وفي لقطات بقت بطيئة. طيب الموضوع ده برضو ينفع يتم جوه المبنى، يعني ينفع تخلي الوكس رو ده جوه المبنى، ماشي. خلينا ندوس طيب عايزين نعمل حاجه بقى وكس رو جوه المبنى، هندوس سكيب عشان نخرج من الموضوع دوت. طيب طبعا الوكس رو بيتخزن ك 3 دي، لو انت عايز تعمل سيلكت على دوت على الوكس رو، لما تدخل في الدور الارضي هتلاقيه متعلم عليه بالشكل دوت. طيب لو احنا عايزين نشوف المشهد بتاعه في 3D، دي اللقطات بتاع الاسكيب اللي طلعناها من الاسكيب او بوكس رو اهوت، تمام، بحيث في اي لحظة عايز تعمل سيلكت عليها هتقدر تعمل عليه سيلكت وتقدر تفتحه بالشكل دوت. طيب لو انا جيت اشوفه في اي لقطه من اللقطات القطاعات او اللقطات مثلا الاليفيشن، خلينا نفتح الاليفيشن، تقدر تخلي الوكس رو يطلع وينزل زي ما انت عايز، يعني انت مش ملتزم بان هو يبقى كله مثلا على ارتفاع متر، لا ممكن تخليه يطلع وينزل بحيث ان هو يجيب لك اللقطه اللي انت عايزها. هو دلوقتي انت عايز تعمل سيلكت على الوكس رو، تمام، فهتعمل سيلكت على اللقطة ديت، تمام، وهاجي هنا عايز بقى ادخل هنا في التعديلات بتاعت النقاط ديت، فاقول له اديت بوكس رو، واقول له انا عايز اعدل الكاميرا، ممكن تعدل الكاميرا، ممكن تخليه مثلا هو هنا يبدأ يبص مثلا لفوق شوية، تمام، ممكن تقول له لا ده انا عايز اعدل المكان اللي انا واقف فيه، اقول له مثلا الباص وابدأ اعدل فيه بالشكل دوت، تمام، تمام، واقول له اديني اللقطة اللي بعد ديت نيكست كي فريم، ماشي، ممكن تطلع بيها وتنزل بيها زي ما انت عايز، ماشي، ممكن تخلي تتحكم في الباص نفسه او في الكاميرا، فتقدر تشوف هتشوف ان اتجاه والحاجات دي كلها، فتقدر تتحكم فيه. ممكن تقول له اد كي فريم، انا عايز اضيف كي فريم مثلا في النقطة دي، وتقدر تتحكم فيها، او ريموف للكي فريم، فتلغي الكي فريم اللي انت عايزه.
طبعا الكي فريم مفيد جدا لو انت حابب تشوف جوه المبنى، حاول تكتشف اخطاء. خلينا ندخل مثلا في الدور الارض مثلا، وعايز اضيف واحد جوه المبنى، فزي ما احنا عملنا هنيجي هنا في هنا هقول له ووك ثرو، وتبدأ تعمل ووك ثرو مثلا، ان انت هتمشي بقى من هنا وتطلع السلالم وتدخل جوه المبنى دوت، وتدخل جوه هنا وتبدأ تشوف السلم. طبعا ده لو في اي غلطة هتبدأ تكتشفها بنفسك. تمام، هدوس كي الوكس رو ايدي توكس رو اوبن وكس رو، هتبدأ تكبر المشهد بتاعك عشان تشوف بشكل اقوى. فممكن لو في غلطة تلاقي مثلا في باب خابط في عمود، في باب تحت الارض، سقف فوق الارض، فهو بيتأكد لك من المعلومة دي. فتقول له افتح تمام بالشكل دوت اهو، واقول له ان انا عايز اشوف المشهد بالشكل دوت، وتقدر تعدل طريقة الرؤية والحاجات دي. وزي ما قلنا تقدر تطلع وتنزل زي ما انت عايز. كده انت ماشي جوه المبنى، فلو في اي حاجة غلط يعني ممكن تلاقي حاجة نازلة من السيلينج، حاجة كذا، ممكن تلاقي في مواسير مية خارجة وهكذا، يعني ساعات بتحصل مشاكل. فالوكس روم من ضمن الحاجات اللي تتأكد منها من جودة الشغل. طيب بعد ما خلصت بتيجي هنا وتقول له ان انا عايز اعمل اكسبورت للوكس رو دوت، وكس رو تختار بقى كل الفريمات، ولا انت عايز من فريم كذا للفريم كذا، الفريمات بتاعك عايز تعمل فيجوال ستايل ولا هيدن لاين ولا شيدد ولا رياليستيك، الابعاد بتاعتك من كام لكام، طب الزوم عايز تقرب ولا بعد، ولا اكشوال سايز خليها 100%، تايم اند ديت هيبدا يكتب لك الوقت هنا. تمام، فدي من ضمن الحاجات المفيده جدا، ومش مجرد منظر لا، يعني بيعمل عليها تشيك للشغل بتاعنا.